والله صعوبات بتوجدت، خاطر في وقت من الأوقات صار سوء تفاهم نوعا ما، ولكن وقع حلو، ولكن الوقت اللي وقع حلو خلانا نتعبوا شوية. المهم أن فتحنا باب الترشحات قبل باش لقينا مادة معناها باش نجم نكون نكونوا بها البرنامج هذا. تعرفوا انتوما التغييرات اللي صارت على رأس البلدية وكذا، دونك هذه زادة تحل خاصة في المنحة في الفضاءات في نوعية التواحد. ثم حاجة أخرى نجم نقول لك التو ما نعرفوش ميزانية قداش وكيفاش وكل شيء، لكن رغم هذاك المهرجان باش يصير وبقدرة الله، وتعرفوا انتوما وقع طبع والبرمجة تتكلف تقريبا 23 عرض، وال 23 عرض بصراحة فيهم اللي أريد منه معناها باش ندخلوا شوية فلوس، وثم في البرنامج تشجيع الشباب، وثم في البرنامج فتح المجال لبعض الدحور والبحوث والدراسات اللي صارت في الموسيقى، وسرقنا عرض شوية هكا قلنا عرض وان مان شو هذا باش يشوفوه يندرى في المدينة يمشي ولا لا. جات اللي نأكد عليها هو أن مهرجان المدينة باش يقعد ديما وفي للمدينة، ومهرجان المدينة باش يقعد هو الروح نتاع الفضاءات الموجودة في المدينة، وما نخليوهمش، بالعكس البرمجة في هالفضاءات هذه عندها من برمجة مهرجان المدينة ما يسد فضاءاتها. ولذلك نحب نحيي مديري دور الثقافة، ونحيي مديرة مركز بالأحجار، وإن شاء الله نتلقاو وإن شاء الله تعجبكم. احنا اجتهدنا وانتم صعاب الحقيقة، متاع ربي أذواقكم قوية وصعيبة، ربي إن شاء الله يخلي الأعلام ديما معنق مع رجال المدينة. أنا العربي ساسي، قائد أوركسترا العرض وموزع موسيقى العرض الناعورة للفنانة شيراز الجزيري. عرض الناعورة هو ناعورة محوسة في الموسيقى التونسية، من مألوف إلى موسيقى حضارية، موسيقى صوفية، موسيقى أندلسية، وباش تغني كذلك شيراز من الموروث الموسيقي الإسباني. زين نخليها هي تزيد تحكي لكم أكثر على العرض. شيراز الجزيري فنانة تونسية، نالني شرف أثناء باش نكون متواجدة في مهرجان المدينة في الدورة 39 بعرضي الناعورة، باش يشاركني فيه الفنان محمد السعيد، فنان متميز زميلي ونشرف به. العرض هذا كما قال المايسترو هو مزيج بين العديد من الموسيقات، طبعا على رأسهم الموسيقى التونسية الأصيلة، وكي نقول الموسيقى التونسية هي بحر من الأنماط، يعني باش نلقاو من الموسيقى الحضارية، الموسيقى التونسية الأندلسية، باش نلقاو أيضا الموسيقى الصوفية، يعني التراث الصوفي التونسي، وأيضا هذا الكل يعني مع مزيج من الموسيقى إسبانيا الشعبية، وإن شاء الله ينال إعجاب الجمهور. باش يكون العرض يوم 14 أفريل بدار الأسرم، ومرحبا بالناس الكل اللي يحبوا الموسيقى الأندلسية والموسيقى التونسية بطبيعة الحال. محمد سعيد فنان تونسي، دونك باش نكون موجود إن شاء الله في عرض الناعورة مع الفنانة شيراز الجزيري ومع المايسترو العربي ساسي. دونك لو سبيكتاكل ولا الفكرة نتاع العرض هي فيزيون بينات المالوف، بينات الصوفي، بينات الموسيقى الحضارية، الموسيقى الأندلسية. دونك لو سبيكتاكل ساسرا إن شاء الله لو 14 أفريل 9:30 تاع الليل في دار الأسرم. دونك مرحبا بكم بحذانا، بشوفوا حاجة مزيانة برشا، وإن شاء الله ديما معناتها تونس فيها فن، وإن شاء الله ديما الحركة الثقافية تكون معناتها كثيفة في تونس باش نوريو طاقاتنا وباش معناتها نوصلوا فننا للعباد. وميرسي افون بروميير. عادل امين محترف في مجال الغناء والاداء والتلحين، صاحب عرض تجليات، عرض مناجات لمجموعه تجليات للانشاد الروحاني الديني لطلبه المعهد الوطني للموسيقى. العرض هذا باش يكون ان شاء الله 31 مارس بالاحجار،
شهر رمضان ضمن مهرجان المدينة. حضرنا فيه الحقيقة برنامج إن شاء الله يكون ينال الإعجاب، هو مزيج بين الإنشاد الديني الروحاني والعزف الإلكتروني بطريقة الباند، يعني حاجة جديدة، لون جديد ما تعملش في تونس، يعني أنه نعمل إنشاد روحاني ديني لكن بطريقة الميزيك إلكترونيك وبطريقة الهارموني بالنسبة للكورال التناغم، مجموعة صوتية جروب دو باند، ساعات نضيف لها بعض الآلات الشرقية، إنتاجنا خاص معناها مش متداول، مع بعض البحوث في التراث بصورة معاصرة، وأساسا زاد بعض الأغاني المتداولة، لكن ديما نرتكز برشا على الإيقاع الإلكتروني كما قلت لك، على السماع، على تهذيب الذوق، على الرقي. تعرف شهر رمضان الناس تحب تسمع، تحب تسهر معناها مع أنغام راقية، ألحان شجية. هذه هو بالنسبة لنا، نحن نعتمد حتى في اللباس بتاعنا على لباس معاصر، ما هوش لباس معناها تقليدي أو لباس كما يقول القائد نحن عنده علاقة بالإنشاد الديني، لا، فما إيحاءات للإنشاد الديني لكن بطريقتنا نحن الخاصة بلمستنا، وإن شاء الله معناها ينال الإعجاب. وحبيت أذكر أني عنا عروض أخرى زادة في رمضان، وتلقاه يعني على شان اليوتيوب متاعي أناشيدي الخاصة اللي هي بطريقة حديثة معاصرة كما قلت لك، كيف تنسى الله، من لي سواك، كوكتيل مولاي صلي إلى آخره. هذه هو معناها فكرة عامة على العرض. بن حفيظ عضو في مهرجان المدينة وأستاذة بالمعهد العالي للموسيقى، اختصاص علم الاجتماع الموسيقى. حبيت نذكر أني ممكن رغم الهانات ورغم الظروف والتحولات اللي عرفها مهرجان المدينة خاصة في العشرية الأخيرة أهمها كورونا والأجواء هذه، حاول يتحدى أنه أهم شيء أنه يربط مع الأجيال بالفضاءات اللي هي ممكن حاجة خاصة قاعد مازال يحافظ عليها، خاطر الشباب تو ثم برشا فضاءات ما يعرفهمش. بالنسبة اللي نحن معناتها مهرجان المدينة هي احتفالية الحواس، هي التواصل بين الأجيال، الأجيال القديمة اللي ارتبطت بالتراث والموروث، ولكن فرصة لحث الشباب على النسج على المنوال. ممكن هذه الأشياء اللي تحسب لمهرجان المدينة، رغم ممكن البعض يشوف بعض الهنات في نوعية البرامج، الاختيار ثم اللي تعجبه ما تعجبوش، تدخل فيها المعطيات المادية، المعطيات الإدارية، لأن بحكم أنه مش الفضاءات الكل هي تحت معناتها في متناول مهرجان المدينة، يحاول بالفضاءات اللي عنده بالعناوين اللي عنده أنه يوفق، خاصة أنه يربط بين الأجيال، وإن شاء الله تتواصل معناتها الاختيار هذا اللي هو معناتها يعتمد من معناتها الروابط المفصلية في تطور مهرجان المدينة في بعده التواصلي، وإن شاء الله تكون ديما مهرجان المدينة فرصة لاحتفالية الحواس. شكراً.